السلام عليكم إخواني وأعزائي التلاميذ، الآن مع تتمة فقرة استجابة ثنائي القطب RC لرتبة توتر صاعدة بمعنى عملية شحن المكتف. رأينا في الفيديو السابق التركيب التجريبي، مكتف غير مشحون بدئيا سعته سي، وموصل أمي مقاومته R، ومولد مؤمثل للتوتر قوته الكارو محركة E، وقاطع التيار K. وقلنا المكتف في البداية غير مشحون، المكتف غير مشحون بدئيا. ماذا يعني؟ يعني ان الشحنة كي عند اللحظة صفر تساوي صفر، والتوتر اي سي عند اللحظة صفر يساوي صفر. اذا عندما نسمع مكتف غير مشحون بدئيا يعني ان شحنته منعدمة والتوتر بين مربطيه منعدم. ورأينا كذلك المعادلات التفاضلية، رأينا المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر اي سي ار سي دي اي سي على دي تي زائد اي سي يساوي او. ورأينا كذلك المعادلة التفاضلية التي تحققها الشحنة كي ار سي دي كي على دي تي زائد يساوي CE. وبالنسبة لمسلكي علوم رياضية وعلوم فيزيائية رأينا المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار E RC DE على DT زائد E يساوي صفر. ورأينا كذلك المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر UR RC دي ار على دي تي زائد يو ار يساوي صفر. سنمر الان الى فقرة مهمة الا وهي حل المعادلة التفاضلية. رأينا في الفيديو السابق اثبات المعادلة التفاضلية. الان اخواني التلاميذ سنمر الى دراسة حل المعادلة التفاضلية. الطريقة التي سنحل بها المعادلة التفاضلية التي تحققها اي سي تبقى صالحة بالنسبة للمعادلات التفاضلية الأخرى. إذن الفقرة الأولى حل المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر اي سي ار سي دي اي سي على دي تي زائد اي سي يساوي او. بوضع طو تساوي RC تصبح طو دي اي سي على دي تي زائد اي سي يساوي او. اذا سنحل هذه المعادلة التفاضلية. وكما قلنا ان المعادلة التفاضلية يكون فيها المجهول هو دالة، اذا المجهول هي الدالة اي سي دو تي. هناك عدة طرق لحل المعادلة التفاضلية. في درس الرياضيات سنرى بتفصيل كيفية حل معادلة تفاضلية من الدرجة الأولى ومعادلة تفاضلية من الدرجة الثانية. إذا هناك عدة طرق لحل المعادلة التفاضلية. الطريقة الأولى، الطريقة الأولى لحل المعادلة التفاضلية، إذا حلها يكتب على شكل اي سي دو تي يساوي ا اكسبونسييل موان ام تي زائد بي، مع ا
وب وام ثوابت يجب تحديدها. إذن كيف سنحدد هذه الثوابت؟ كما تلاحظون في المعادلة التفاضلية لدينا مشتقة توتر إس، إذن سنحسب المشتقة، نحسب المشتقة، إذن نحسب المشتقة. كما تلاحظون الدالة الجديدة علينا هي الدالة الأسية، فما هي مشتقة الدالة الأسية؟ سنقوم بتذكير مشتقة الدالة الأسية. مشتقة الدالة الأسية أو دو إي هي بكل بساطة نشق ما بالأس إي بريم مضروب في إكسبونسيال دو إي، هذا في الرياضيات. أما في الفيزياء مشتقة الدالة الأسية أو دو إي بالنسبة للزمن هي بكل بساطة نشق ما بالأس مشتقة دو دو إي على دي تي، مشتقة إي بالنسبة للزمن مضروب في أو دو إي. بمعنى مثال مشتقة 3 إكس هي بكل بساطة نشق 3 إكس، مشتقة 3 إكس مضروب في أو 3 إكس، ومشتقة 3 إكس هي 3 إكسبونونسيال 3 إكس. مثال آخر مشتقة ناقص جوج إكس هي بكل بساطة مشتقة ناقص جوج إكس بريم في إكسبونونسيال ناقص جوج إكس، مع مشتقة ناقص جوج إكس هي ناقص جوج إكسبونونسيال ناقص جوج إكس. بالنسبة للفيزياء نفس الطريقة، مثلا مشتقة إكسبونونسيال ناقص 3 تي بالنسبة للزمن هي نشق ما بالأس مشتقة ناقص 3 تي هي ناقص 3. لماذا؟ مشتقة إكس بريم في الرياضيات هي 1، وكذلك مشتقة تي هي 1، إذا هي ناقص 3. إذا نشق ما بالأس ناقص 3 تي مشتقته هي ناقص 3 مضروبة في ناقص 3 تي. مثال آخر مشتقة إكسبونونسيال جوج تي بالنسبة للزمن نشق ما بالأس مشتقة جوج تي هي جوج مضروبة في إكسبونونسيال جوج تي. إذن كخلاصة مشتقة الدالة الأسية أو دو إي هي نشق ما بالأس إي بريم في إكسبونونسيال أو دو إي. إذن سنطبق هذه القواعد هنا. إذن سنحسب المشتقة، مشتقة إي سي بالنسبة للزمن، إذن هي مشتقة هي نعوض إي سي، إي سي هو أ إكسبونونسيال موان إم تي بلس بي. هنا لدينا مشتقة المجموع في الرياضيات، مشتقة إي زائد في بريم هي إي بريم زائد في بريم، كذلك نفس الشيء بالنسبة للفيزياء، مشتقة إي زائد في بالنسبة للزمن هي المشتقة دي إي بالنسبة لدي تي زائد مشتقة في بالنسبة لدي تي. إذا ماذا نجد؟ إذا هي مشتقة أ إكسبونونسيال موان إم تي زائد مشتقة ب بالنسبة للزمن، وبما أن ب ثابتة إذا مشتقتها تساوي صفر لأن ب كونستانت، قلنا أن مع أ و ب ثوابت إذا مشتقة ب إيكال صفر. بقيت لنا مشتقة الدالة الأسية، هنا لدينا الضرب إذا لا نشق أ، ومشتقة الدالة الأسية نشق ما بالأس، مشتقة موان إم تي هي موان إم، مشتقة موان إم تي هي موان إم، لماذا؟ لأن مشتقة تي كما قلنا هي 1، إذا مشتقة موان إم تي هي موان إم مضروبة في إكسبونونسيال موان إم تي. إذا لتبسيطها
مشتقة دي يو سي بالنسبة لدي تي تصبح ناقص A M exponentielle moins MT. ونكون قد حسبنا المشتقة. نقوم الآن بتعويض المشتقة في المعادلة التفاضلية. نعوض المشتقة. نعوض. لدينا O دي يو سي على دي تي زائد يو سي يساوي R. إذا الآن نقوم بالتعويض. إذا طو مشتقة دي يو سي بالنسبة للزمن هي ناقص A M إكسبونسيال موان M T زائد نعوض يو سي نعوض يو سي بهذا التعبير يو سي يساوي A إكسبونسيال موان M T زائد B يساوي E. كما تلاحظون لدينا A إكسبونسيال عامل مشترك A إكسبونسيال عامل مشترك. إذا نؤمن ب A إكسبونسيال موان M T. نقوم بالتعميل فنجد ناقص O M زائد واحد إذن عملنا ب A exponentielle فبقي لنا ناقص O M زائد واحد و B نحولها إلى طرف آخر تساوي E ناقص B. إذن بعد التعويض نحن قلنا أن S دو T حل المعادلة التفاضلية. ماذا يعني؟ أن إذا عوضنا S في المعادلة التفاضلية يجب أن نحصل على صفر لكي يكون حل. بما أن A ثابتة تخالف صفر والإكسبونسيال دائما الإكسبونسيال موجب قطعا يعني الإكسبونسيال يخالف الصفر بقي لنا هذا المعامل ناقص طو M زائد واحد يساوي صفر. أعيد لكي يكون S دو T حل المعادلة التفاضلية يعني بعد التعويض يجب أن نحصل على صفر. بمعنى وبما أن A تخالف صفر والإكسبونسيال موجب قطعا بقي لنا هذا المعامل ناقص طو M زائد واحد يساوي صفر. فنحصل على ناقص طو M تساوي ناقص واحد ونحن نريد M يكافئ أن M تساوي واحد على طو مع طو هي RC وكذلك E ناقص B تساوي صفر يكافئ أن B تساوي E. إذن نكون قد حصلنا فقط على ثابتتين N و B. نعوضهما نعوض لدينا UC دو T تساوي A إكسبونسيال موان M T. إذن نعوض M هي واحد على طو زائد B اللي هي E. بقيت لنا الثابتة A. إذن يجب تحديد الثابتة A. هنا لتحديد الثابتة A يجب دائما الرجوع إلى الشروط البدئية. إذن حسب الشروط البدئية عندما نقول الشروط البدئية يعني عند اللحظة T تساوي صفر لدينا المكتف غير مشحون بدئيا. لدينا المكتف غير مشحون بدئيا ماذا يعني؟ يعني أن إس عند اللحظة صفر يساوي صفر. أؤكد مرة أخرى لتحديد ثابتة A يجب الرجوع إلى شروط بدئية. نحن في البداية يعني بداية الشحن لدينا المكتف غير مشحون. ماذا يعني؟ يعني أن التوتر UC بين مربطين يساوي صفر. إذا نعوض T هنا. إذا UC عند اللحظة صفر نعوض هنا A إكسبونسيال صفر فوائد على طو هي صفر زائد E. ماذا يساوي؟ يساوي صفر لأن UC M0 يساوي صفر مع E0 تساوي واحد تصبح A E0 هي واحد زائد E يساوي صفر يكافئ نحن نريد A
يكافي أن A تساوي ناقص E. ونكون قد وجدنا الثابتة A. إذن نقوم بالتعويض. نعود الثابتة A. إذن كما قلنا حصلنا على الثابتة A. نعودها. نعود. فنجد UC دو T هي A. نعودها. هي ناقص E. إكسبونسيال ناقص T في واحد هي T على T زائد E. نقوم بالتعميم. UC دو T يساوي E ناقص إكسبونسيال ناقص T على T زائد واحد. إذن إس دو تي تساوي داخل الطرفين E عامل لواحد ناقص إكسبونسيال ناقص تي على طو. ونكون إخواني التلاميذ قد وجدنا حل هذه المعادلة التفاضلية الذي هو عبارة عن دالة إس دو تي. وكما ترون أن إس دو تي عبارة عن دالة. إذن كخلاصة لحل المعادلة التفاضلية من الدرجة الأولى لدينا حلها يكتب على شكل A إكسبونسيال موان M T زائد B. كما تلاحظون لدينا ثلاث توابيت A و M و B. إذن أول خطوة في الحل هي يجب حساب المشتقة. لماذا؟ لأن في المعادلة التفاضلية لدينا مشتقة من الدرجة الأولى. إذن نحسب المشتقة. يجب الانتباه إلى مشتقة الدالة الأسية وفي الأخير نحصل على المشتقة. ثم نقوم بتعويض المشتقة في المعادلة التفاضلية. قمنا بتعويض المشتقة وبتعويض إس. ونلاحظ أن A إكسبونسيال عامل مشترك وقمنا بالتعميم بـ A إكسبونسيال. إذن A إكسبونسيال عامل ناقص طو إم زائد واحد. ولكي يكون هذا الحل يجب أن يكون يساوي صفر. ولكي يكون إس دو تي حل المعادلة التفاضلية يجب أن يكون الخارج يساوي صفر. بما أن A والإكسبونسيال تخالف يعني صفر، إذن بقي لنا أن ناقص طو إم زائد واحد يساوي صفر. بهذه الطريقة الأولى حددنا ثلاث توابيت A و B و M. في الفيديوهات القادمة إن شاء الله هناك طرق أخرى لحل المعادلة التفاضلية. فما على التلميذ إلا تكرار هذا الحل لأنه أساسي بالنسبة لحل المعادلة التفاضلية. إذن إلى هنا إخواني التلاميذ تنتهي حصة اليوم. ترقبوا الفيديو القادم إن شاء الله لإتمام حل المعادلات التفاضلية. لا تنسوا الاشتراك في القناة ولا تبخلوا علينا بملاحظاتكم واقتراحاتكم وشكرا.